وسيتحقنا بمداخلته التي تضع عنوان العلاقة الجدلية بين التاريخ والتنمية. وللإشارة فإن الأستاذ وليد موحد له العديد من المساهمات والمشاركات في كثير من المجلات العربية والمغربية، ونذكر في هذا الصدد على سبيل المثال الحصر مقالته القيمة بعنوان مدينة القصر الكبير بين البعد التاريخي والجانب الراهني، والتي صدرت من مجلة مدارات، ثم مقالته الجيدة العلاقة التجارية بين شمال المغرب والمغارب، والمشهورة في مجلة الذخائر للعلوم الإنسانية. أعطي الكلمة للأستاذ وليد محمد أن يتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم.